فنجح فريق بيراميدز في تحقيق فوز غالي على النادي المصري بورسعيدي بهدفين مقابل هدف في المباراة اللي جمعتهم امبارح الحد على استاد الإسكندرية في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى في بطولة الكونفدرالية. تقدم جون أنتوي بيراميدز في الدقيقة 54 وتعادل سعيدو سمبوري للمصري البورسعيدي من ضربة جزاء في الدقيقة 72 وأحرز دودو الجباس الهدف الثاني لبيراميدز في الدقيقة 82 من لعبة خلفية مزدوجة علشان يكون بيقتنص فريقه 3 نقط ليحتل صدارة المجموعة برصيد 9 نقط بينما بيتراجع المصري المركز الثاني برصيد 6 نقاط. كانت مباراة ممتعة جدا، كان فيها بعض التوتر بالنسبة للعيبة المصري وخصوصا ان دي مباراة تعتبر على أرضهم، ولكن بيبقى الفريقين عندهم روح جيده جدا تابعناها من داخل الملعب، وهما الاثنين كمان عندهم حظوظ كبيره جدا ان هم يكونوا بيتاهلوا لدور الثمانيه او عفوا لدور الاربعه من بطوله كاس الكونفدراليه، فان شاء الله نشوفهم قادرين يجتازوا هذه المرحله ويوصلوا للادوار المقبله ويقدروا هما الاثنين كمان يكونوا بيمثلوا كره القدم المصريه في كاس الكونفدراليه، ونامل نشوف كمان نهائي مصري او نامل حتى نشوف بشكل عام لقب مصري بيتم حسمه للسنه بقى او للموسم الثاني على التوالي بعد ما كان نادي الزمالك فاز ببطوله الكونفدراليه في الموسم الماضي، نشوف نادي مصري اخر بيستكمل سلسله نجاحات الانديه المصريه في هذه البطوله.